الفستان والمعش. عادة بنقلكم اليوم يوم العالمي للسرق، العالمي للكتاب، أو اليوم عيد المعلم، عيد أو هيك نهار ضد التدخين. ولكن اليوم بيكون اليوم العالمي للزر، الزر اللي بنبكل فيه، بنحط الخيط، بنخيطه على الفستان، على التوب، عيد العالمي للزر. فاحتفلوا بزراركم وحبوا زراركم وبكلوهم مظبوط. فصباح الخير للكل، صباح الخير لكل اللي انضموا لنا اليوم بنهار جديد من على الصباح. صباح الخير شيخ شيخ العالم شيخ يعني انت لكل اللي حابين يتواصلوا معنا عبر مواقعنا الالكترونيه فيكم عبر صفحه الفيسبوك www.facebook.com/alam.alsabah او كمان فيكم تلاحقونا على تويتر @alamsabah وكمان تراسلونا على عالم الصباح @future.com.ly وكمان تشوفونا مباشرة عبر الانترنت اذا كنتم تحضرونا دغري لايف فيكم على www.future.com.ly. لكل اللي حابين يعرفوا شو بتضمن هذه الحلقة ونشوف سوا، طبعا اول محطة بعالم الصباح ما فينا ما نبديها بلا كارمن والابراج. هادية صارت حاضرة معنا بالستوديو، ما في خط تربط مودة الاولاد، تياب الاولاد قد ايه حلوة هيك السنة. صباح الخير ولا صباح الخير. لقيتنا اليوم من حدا بالستوديو سبيزر مثلا منا عارفين مثلا بدنا نوقف مع فاصل اعلاني من بعده اهميه الدفاع عن الولد الاكبر بولاده بالدنيا. بدي اذكركم انه في عنا اتصالات مباشره على الهواء لكل اللي بده ياخذ استشاره من مايا، وكمان في عصافير عنا بتصير بالستوديو برشه ملح معنا بالستوديو وبتستقبل اتصالاتكم مباشرة على الهواء. يعني وقت الولد الصغير هن اخوين بالبيت، الولد الصغير بيضرب خيه بيمزح معه بطريقة مش منظومة. دايما بنقول للولد انه الولد الكبير انه انت خيه الكبير لازم انت تركوا يضربوا، وهو غلط انه مفروض دايما نهتم كمان بالولد الكبير ونهتم اكثر بمشاعر خاصة معكم. والعيد قرب، كنا بنعرف انه عن عيد رح نبلش نعيد، ومن كنا بنركض لحتى نحسن جسمنا لانه بدنا نلبس ثياب حلوين. بخصوص الجمال رح نحكي بهذا الموضوع وتفاصيل اكثر مع جين. صباح الخير جين. صباح أنا كنت عند سيدنا الشيخ. بدنا نلبس ننزل نشتكي مفروض قبل يتذكر هذا الموضوع أو يمكن كل السنين. على كل حال بدنا نحكي تفاصيل عن هذا. هلا تشكري يا أختي. لا أنا من الخدمات شكر حضوري وشكر كل اللي تابعونا اليوم في عالم الصباح. ونشوفكم نحن بكره.